هاي اليوم في حوالي مليار سيارة قيد الاستعمال بالعالم، ويومياً بيتم صناعة 165 ألف سيارة. تحتوي السيارة العادية على حوالي 30 ألف قطعة، وممكن إعادة تدوير 80% من هالقطع. أول حادث سيارة تسجل سنة 1891 بأوهايو، لما تم اختراع راديو السيارة. قررت عدد من الولايات المتحدة إنها تمنعه بحجة إنه ممكن يشتت السائقين ويسبب حوادث سير. الفولفو السويدية هي صاحبة براءة اختراع حزام الأمان بتصميمه الحالي، وتنازلت عنه لصالح صانعي السيارات الباقيين للحفاظ على السلامة العامة. هو بيخلص حياة شخص واحد كل 6 دقائق. صاحب اختراع استعمال المساحات بسرعات متقطعة جرب يبيع فكرته بهالصناعة، ولكن طلبه نرد، ولما انتشر هالمفهوم بالسيارات الجديدة رفع دعوة وربح. مين قال إنه أدولف هتلر بعت كتاب لشركة مرسيدس هو وداخل السجن بيترجاهن ليحصل على قرض سيارة؟ أنا قال، شوفكم بكرة.